قال الخنزير صار نصف القطيع على الحملان الصغار. يقول إن الضريبة عن كل كيسين كيس واحد. فليفعل ويكثر. إذا كان الحكم لم يبقى للسلطان علاء الدين، فهل سيبقى لجندار أوغلو؟ انتبه يا بكر آغا، انتبه لكلامك. السلام عليكم يا سادة. وعليكم السلام. أهلاً وسهلاً. أسعد الله أوقاتكم. أحسن الله عاقبتك. إننا نبحث عن رجل وقد سمعنا أنه من أهالي صار الفلاحين. تفضلوا وتناولوا اللبن البارد، ولتلتقط الأحصنة أنفاسها أيضاً. مائدتكم عامرة يا سادة، ولكن وقتنا ضيق. أخبرنا إذن، من هو الشخص المطلوب؟ شخص يدعى الملا القوني. هل يوجد أحد من أهالي القرية بهذا الاسم؟ يوجد. السلام عليكم أيها الصغير. وعليكم السلام أيها الكبير. ماذا تفعل؟ أنا أنصب فخاً، ألا ترى ذلك؟ عليك أن تكثر عدد الديدان لينزل طير كبير، فالديدان تغريه. اصطدنا دجاجة أنا وعثمان قرب كامبور بدودة واحدة. يوجد شخص يدعى الملا القوني، هل هو هنا؟ من يسأل عنه؟ لتقل أولاً ماذا تريد وسنرى. لسنا غرباء، نحن معارف. ها؟ سنرى. أها، إن الملا القوني هناك. من كان ليظن أنك الشخص الذي يدعى الملا القوني الذي قال عنه ذكي شاويش؟ من أين لنا أن نعرف؟ هذا الشخص هو أخي يونس، صديقي. لست منجما يا سيدي. قلت فلأذهب والأعثر على هذا الشخص وأنبهه قليلا. لقد كسرت السعر، وبلا علم منك سببت الأذية لنا. وكيف يكون الأذى بلا علم؟ من لا يعرفني كيف له أن يؤذيني؟ هنا يعد قدراً ولا يحسب فيه حساب للربح أو الخسارة. أنا لا أعرف يا سيد يونس لماذا تتصرف هكذا. وأنت لماذا لم تتصرف هكذا معي؟ متى عاملتك أنا معاملة سيئة يا سيد يونس؟ من أساء معاملتك في التكية؟ وهل عدم الإساءة يعد في رأيك إحساناً؟ أنا كنت قاضياً في هذه المدينة، تركت القضاء وتبعت درب الدراويش معكم. Thank you.
سيد يونس، لا أنا ولا رفاقي لدينا أي شكوى عليك أبداً، وليس هناك أحد غير راض عنك، وإذا كان من أحد فأنا لا أعرفه. لكن شيخنا كان يتحدث إليك ويعاملك بلطف طوال الوقت، ليس كمعاملتي. ما دام هكذا وما دامت وظيفة الساقي التي كلفتك بها تزعجك فلترحل عن ذكيتنا الفقيرة. من الآن فصاعدا لا نريد أن نرى وجهك ولا نريد أن نسمع صوتك. صار من الواضح أنكم لا تعطون قيمة للإخلاص، وإنما تعطون القيمة لمن يغدر بكم. ربما هكذا تستطيعون إدراك قيمتي.